بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. استكمل مشوار الخير والعطاء هنا في شمال قطاع غزة، اليوم 26 من شهر رمضان المبارك، 4 إبريل لعام 2024. نستكمل مشوار الخير والعطاء ونقدم لأهلنا وجبات إفطار للصائمين عبر هذه التكية التي سيفطر عليها مراكز الإيواء والبيوت المهدمة كليا، والعوائل التي نزحت من بيوتها وقتل أبنائها جراء الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة. جاء هذا الجود وهذا التبرع وهذه التكية بفضل الله أولا، ثم بكرم وجود وعطاء الإخوة في جاردن أغنى كثير، هؤلاء الذين عودونا على كرمهم وعطائهم منذ شهر رمضان المبارك من أوائل الشهر وما قبل الشهر، وإن شاء الله سيستمرون بهذا العطاء، وهذا أملنا في الله أولا ثم فيهم ما بعد رمضان، ليساندوا أهلهم على شعار وعلى قاعدة إنما المؤمنون إخوة. بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الخير بفضلك قد عم، والنور بأمرك قد تم، ربي الوهاب إذا أعطى تلقى الخيرات أتت جما، إذ تدهش عبدا في رغد وتنوع في الكسب الغنما، قد فاض الرزق بساحته وازداد فلا تحصى النعمة، فيجيش القلب يسبحه وبتحميد يجلو الهم، رزق للقلب يطيبه يهب الرحمن له سلما. الخير بفضلك قد عم، والنور بأمرك قد تم، رب الوهاب إذا